الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كما أنعمت علينا من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة. اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام، ولك الحمد كما علمتنا الحكمة والقرآن، ولك الحمد كما وفقتنا للصلاة والصيام والقيام. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعل القرآن الكريم حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مؤنسا، وعلى الصراط نورا، وفي القيامة شفيعا، وإلى الجنة رفيقا، ومن النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم انفعنا بالقرآن، وارفعنا بالقرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، ودفع عنا به النقم، وجعلنا به عند الجزاء من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين. اللهم اجعلنا لكتابك من التالين، ولك من العاملين العالمين، وإلى حلاوة خطابه مستمعين،
وفي الجنة منعمين وعن النيران مزحزحين وبما فيه من الحكم والآيات معتبرين وإلى وجهك الكريم ناظرين اللهم فرج كروبنا واجبر كسرنا ولا تردنا خائبين ولا من رحمتك يائسين وجعلنا في هذا الشهر من عتقائك من النار ومن المقبولين الفائزين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم عليك بأعداء الدين اللهم إنا نجعلك في نحورهم اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم أرنا فيهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم طهر بيت المقدس من أعداء الدين وارزقنا فيه صلاة مباركة يا رب العالمين اللهم ارحمنا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه اللهم ارحمنا إذا التفت الساق بالساق اللهم ارحمنا إذا قمنا للسؤال اللهم ارحمنا يوم لا ينفع مال ولا جاه ولا عيال اللهم ارحمنا إذا وارانا التراب وغلقت القبور علينا والأبواب فإذا الوحشة والوحدة وهول الحساب اللهم ارحمنا يوم تقول لجهنم هل امتلأ وتقول هل من مزيد اللهم آنس وحشتنا في القبور اللهم أمنا يوم الفزع والنشور اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثبتنا على الصراط اللهم أظلنا تحت عرشك يوم لا ظل إلا ظلك اللهم يا منزل الكتاب أكرم نساء المسلمين بالحجاب
وحصن بالزواج جميع الشباب وتب على كل من أناب. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، وتغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، وتغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً.